احنا هذه المرة عدلنا هاي التبرع الحملة الثالثة الحمد لله. قال هذه المرة عدلناها بالتنسيق مع جمعية بسمة وأمل كما هو ظاهر. نحن عندنا هو الرسالة وهي نبغى نوصل للناس كاملة عن هذا المرضى محتاجين للتبرع بالدم. هذا المرضى اللي في التصفية، هذا المرضى اللي في العم بلوك، وهذا النساء اللي في قسام الولادة، هذه الحالات كاملين كلهم محتاج للتبرع بالدم. وهي الظاهرة للأسف في ذي الأيام التالية زادت حتى، وحاجة المرضى للدم زادت حتى. وبالتالي هو اللي عدل الجمعيات يقوم بهذا الدور، لأن الدم كيف تعرفوا ما عنده جهة تعطيه ولا يصنع، لا بد من الاشخاص وهم اللي متبرعين به. طبعا هون شو من مشاكل تواجهون للاسف، وهو اللي وسانا دائما نعودوا عازفين عن هذا الروايه، عدم تجاوب المركز. احنا هون جينا هون معصبه وتمنى نتاروا ولا بيس ما يقدر يحرق، قالوا عن وعدنا فارع يعني نعدلوا هون. حقيقه الناس شاكيه كامله، احنا نجيبوا كميات كبيره من الدم بنفس الوقت، وعدنا لين شو نحسوا للرجال نقول التبرع بالدم، يقول لا شكون احنا هم المركز، ما تنطوكني يعني احنا لا نطلب التبرع بالدم ومرضانا ما يجبروا. من ذي المنبر نختار نوجه رساله لاداره المركز عنهم يعدلوا قرارات سالمه، وعنهم يبتعدوا عن ذاك من المحسوبيه وذاك من الزبونيه، ويا الله يعود الدم للناس كامل. اي رقاج عند الحق به. هذا الراجل جينا الساعه 8 وكان هون ولا اجبر هون واحد والدته قال 14 يوم زحافه للاسف ولا اجبر، ولا يجي قال له الدم ما هو خارق، والله جيبوا ثلاث اشخاص، والله جيبوا اربعه، والله جيبوا خمسه. وفي نفس الوقت هم اللي يجي قال لك الدم فرق. هذه من المسائل اللي ملاحظين احنا على المركز للاسف. يا غير بعد بصوره عامه احنا اللي دورنا ان نبذلوا مجهود وندعو الناس كامله واهل الخير والشباب عنهم على الاقل يتبرعوا. الى عاد فهم سوء تسيير، الى عاد فهم معامله ما هي زينه، قال اللي على الاقل استفاد اثنين والله ثلاثه والله اربعه. وهذه هي رسالتنا نختار من منبركم الكريم، اولا تنقلوا معاناه المرضى بصوره عامه ومرضى الفشل الكلوي بصوره خاصه، وتنقلوا معاناتهم اللي هذا المركز. الى عاد المشكله من نقص الكوادر يا الله يعدله، الى عاد المشكله من ضعف القدره على الانتاج يا الله يكامل ويحسن. طالبين بعطيك الامور الفنيه اللي احنا ما نقدر نتكلموا فيها يا غير بعد هاي الملاحظات، ملاحظه والناس كامله تراعي فيها والناس كامله ترد اخبارها، واحنا اللي متحكين مع الناس واللي مش نطلبهم التبرع يطرحون دائما هذه العقبه. ورسالتنا من خلال منبركم المحترم عنا داعين الشباب كاملين والنساء، حد كامل فوق 18 سنه، حد كامل وزنه 50، عن الدم ثقافه زينه والناحيه الشرعيه الصحيه اللي ما دام يداوى به وينقلع من الرقاش ونعطى له رقاش اخر معناها عنه فيه ايجابيه، وعندنا فتوى شرعيه في ذاك الموضوع وصحي. وبالتالي داعين الناس كامله، حد كامل عنده وزن 50، ونحن من الجمعيات ما انهم اللي مشرفين عليه، لعل حد عنده عن تساوي. الجهه الوحيده المشرفه عليه هي مركز الدم واطباء تابعين لهم، هم اللي يعدوا تشخيص اولي لنعود الشخص ما عنده مشكلة يقبل من الدم في ظروف جيدة. والسلام.